يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين البدعة الإضافية والبدعة النسبية، وما هو المثال لهما؟ البدعة الإضافية والنسبية سواء، سواء بدعة أن يكون الإضافية أو النسبية، أن يكون أصل الشيء مشروعا ثم يزاد عليه شيء، يزاد على المشروع شيء، هذه إضافية لأنك أضفت إلى المشروع شيئا غير مشروع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كأن تقول ادعوا الله في وقت كذا ولم يرد دليل بتخصيص هذا الوقت، ادعوا الله عدد كذا 100 مرة 300 مرة 1000 مرة ولم يرد دليل على العدد، هذه بدعة إضافية. نعم.